السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بجميع التلاميذ وبكل من يشاهد هذا الفيديو إن شاء الله. هذا الفيديو إن شاء الله تصحيح تمرين في الحساب المثلثي مستوى الثالثة ثانوي إعدادي كالكيل تريغونوميتريك تغوازيام اني كوليج. بالنسبة للإكزرسيس سواء ان بي سي ان تريانجل تيلكو ان بي ايتيغال 3 راسين كاري دو 3 ا سي ايتيغال 4 راسين كاري دو 3 بي سي ايتيغال 5 راسين كاري دو 3. بروميير كيستيون السؤال الاول مونتري كو لو تريانجل ا بي سي اي ريكتانجل بين ان المثلث ا بي سي قائم الزاويه. السؤال الاول ترجمه بين ان A, B, C, مثلث قائم الزاوية بحيث عندنا A, B كيساوي 3 جذر مربع 3 و A, C كيساوي 4 جذر مربع 3 و B, C تساوي 5 جذر مربع 3. إذا السؤال الأول مطلوب منا أننا نبين المثلث A, B, C هو مثلث قائم الزاوية. على بركة الله السؤال الأول مونترون كو A, B, C et rectangle les lobeyen Anna A, B, C moutallat Qaim Azzawj Qaim Azzawj. نعم. إذن الخاصية اللي غادي نستعملو باش نبينو أن هذا المثلث ABC بهذه القياسات قائم الزاوية هي تيوريم دو بيتاغور، خاصية أو مبرهنة فيثاغورس. إذن نشوف أطول ضلع اللي كاين هنا، نحسب ليه لو كاري ديالو بوحدو هو BC أو كاري. Égale à 5 racine carrée de 3 est égal à 25 fois 3 est égal à 75. Et donc, nous avons le côté de le triangle ABC, le roi BC, le carré de A, B au carré, AC au carré est égal à 3 racine carrée de 3 au carré, 4 racine carrée de 3 au carré. C'est égal à 9 fois 3, 6 fois 3, 27, 48, 75. Alors, BC au carré est égal à AB au carré AC au carré. Et donc, si nous avons BC au carré, nous avons 75. Et si nous avons AB au carré, Z AC au carré, nous avons 75. Donc, BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Après, théorème. De Pythagore ou l'arbiya حسب مبرهنة فيثاغورس المباشر. فإن مثلث قائم الزاوية فئة لو تريانجل A B C ريكتانجل
دونك هنا بينا ان المثلث بي سي بانه ريكتانجل وبالضبط فين في لو سومي اللي هو ا. دوزيام كيسيون كوسينيس ديال لونجل بي. اذا غادي ندير واحد الرسم هنايا تقريبا ABC ريكتانجل اللي هو تريونجل اللي هو ريكتانجل ان ا ا بي سي هنا عفوا هنا سي وهنايا بي راسين كاري دو 3 هنايا 3 راسين كاري دو 3 وهنا 5 راسين كاري دو 3. نعم اذا مطلوب منا في السؤال الثاني اننا نحسب كوسينيس ديال لونجل بي والسينيس ديال لونجل بي. هاد لونجل كوسينيس بي ايتيغال فالكوسينيس ديال لونجل بي تساوي لادجاسون بالنسبه لهاد لونجل الكوتي اللي هو ادجاسون بالنسبه لونجل بي على ليبوتينيس ديال هاد المثلث. هذا هو ليبوتينيس بي سي هو ليبوتينيس دونك لادجاسون ديال لونجل بي هو ا بي ايتيغال ا بي سي بي سي ايتيغال 3 راسين كاري دو 3 سور 5 راسين كاري دو 3. ها اذا اختزلوا راسين كاري دو 3 مع راسين كاري دو 3 دونك كوسينيس ديال لونجل بي غيبقى تساوي 3 سور 5. دونك حنا حسبنا الكوسينيس ديال بي ثم سينيس بي سينيس ديال لونجل بي تساوي لوبوزي يعني الكوتي اللي هو لوبوزي الضلع المقابل على ليبوتينيس اللي هو الوتر اللي هو بي سي ايتيغال ا سي سير بي سي ايتيغال 4 راسين كاري دو 3 سير 5 راسين كاري دو 3 سينيس دو لونجل بي ايتيغال 4 سير 5. ثم بالنسبة للتروازيام كيستيون عندنا سي بلس بي إذا لونجل لا ميزور ديال لونجل سي بلس لا ميزور ديال لونجل بي إيتيغالا 70 دوغري car A, B, C est un triangle rectangle A. Maintenant, A, B, C, مثلث قائم الزاوية ف. فالمثلث ABC قائم الزاوية في A. إذن بالنسبة لونجل بي ولونجل سي راهم كومبليمونتير زاويتان متتامتان يعني مجموعهما يساوي 90 درجة. نعم ألوغ كوسينيس ديال لونجل سي كوسينيس ديال لونجل سي إذن فاش تيكون عندنا زاويتان متتامتان فكوسينيس ديال سي تتساوي سينيس ديال بي و سينيس ديال سي تتساوي كوسينيس ديال بي وكذلك طونجون ديال سي تساوي واحد على طونجون ديال بي. اذا كوسينيس ديال سي تساوي سينيس ديال لونجل بي وحنا سينيس لونجل بي عندنا هو 4 على 5 دونك كوسينيس سي ايتيغال 4 سور 5. نفس الشيء بالنسبة سينيس سي ايتيغال كوسينيس بي كوسينيس بي هي 3 سير 5 دونك سينيس سي ايتيغال 3 سير 5.
ثم بالنسبة للطانجنت دير لونجل بي طانجنت بي ايتيغالا سينيس دير لونجل بي سير طانج ديال سير كوسينيس ديال لونجل بي ايتيغالا سينيس بي 4 سير 5 4 سير 5 و سينيس او كوسينيس بي 3 سير 5 est égal à 4 sur 5 fois 5 sur 3. Donc, tangente de D est égal à 4 sur 5. 4 sur 3. 4 tiers. Non. Tout moi, la dernière question, les voix sont à rabat simplifié. Égal à 3 cosinus au carré zéro échelon napes et n'en tangente d'iel achara fait tangente d'iel temenon tout ma zé et teleta cosinus mon père d'iel teleta cosinus us et n'en d'iel avant d'iel serron. Non. A est égal à 3 cosinus au carré de l'angle, les mesure de 20 degrés. Non, il y a un article. Tel est A cosinus plus itnen de zéouia, le pièce de la 70. Tout mon apes itnen tangente de la hachara, puis la tangente de la. تمام. هنا الزاوية للقياس ديالها 20 مع الزاوية للقياس ديالها 70 فهذو زاويتان مجموعهما يساوي 90 درجة، يعني زاويتان أو هما كومبليمونتير. فالكوسينيس ديال الزاوية 20 هي السينيس ديال الزاوية 70 تيكالا 3 سينيس أو كاري 70 plus 3 cosinus au carré 70 moins 2. Et donc, nous faisons le pièce de la chasse et le pièce de la terminale. Nous faisons le pièce de la complémentaire cadérique. La tangente de la chasse est la tangente de la terminale. Et donc, la tangente de la chasse, nous avons le pièce de la tangente de la terminale. Nous faisons la tangente de la terminale. هنا نختزل طنجونت 80 مع طنجونت 80 فغيبقى عندنا هنا غنعمل عندنا 3 فاكتور كومان 3 فاكتور سينيس او كاري ديال 70 زائد كوسينيس او كاري ديال 70 ثم موان 2 فوا 1 دونك خدنا الطانجون ديال 80 مع الطانجون ديال 80 إتيكالا 3 عندنا سينيس مربع زائد كوسينيس مربع ديال نفس الزاوية كيساوي 1 موان 2 إتيكالا 3 موان 2 إتيكالا 1 دونك أ إتيكالا 1. وصلنا إلى نهاية الفيديو، ما تنسوش دعم القناة بالاشتراك والضغط على الجرس وبارطاجيو باش تعم الفائدة. اللي ما فهمش حاجة خلي لي في الكومنتير ونجاوب ليه عليها إن شاء الله. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.